أخبار البيتكوين والعملات الرقمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركاً بالقناة فضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. شهدت العملات الرقمية الرئيسية خسارة معتدلة، وهبط سعر البيتكوين إلى عتبة 3800 دولار أمريكي. مالاتشي سالسيدو رئيس ويناتشي، وهي جزء من سالسيدو انتربرايزز مقرها واشنطن، توقع أن يزداد سوء سوق العملات الرقمية قبل تحسنه، حيث اعتبر أنها ستصل إلى الحضيض في شهر فبراير من العام المقبل. باينانس أكبر منصة تداول رقمية في العالم قد نشرت عرضاً مسبق آخر للتداول اللامركزي DEX في فيديو من الرابع من ديسمبر. روجر فير المدير التنفيذي للبيتكوين.com ودعم البيتكوين كاش قد بقي متفائلاً بمستقبل أسواق العملات الرقمية، حيث قال: المستقبل مزدهر أكثر من أي وقت مضى. وجدت دراسة جديدة أن أنظمة الضخ والإلقاء، وهي أنظمة احتيالية شاعت في العملات الرقمية أيضاً، هي المسؤولة عن تداولات حجم تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي في الشهر. وننتقل الآن إلى أخبار العملات الرقمية من قناة البيتكوين بالعربي. أطلقت بيتوايز أسيت مانجمنت رصيدين جديدين للعملات الرقمية، أحدهما قابل للاستثمار في البيتكوين فقط، وصرحت الشركة: كان دافعنا هو مصلحة الزبون واستياء المستثمرين من الخيارات الموجودة. استياء محلي كبير بعد اتخاذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرار رفع سعر البترو، عملة البلاد الرقمية المدعومة بالنفط المصممة لمقاومة التضخم. قدمت منصة التداول الأمريكية بولونيكس عرضاً للمتداولين المؤسساتيين كما ذكر في مدونة الشركة الإلكترونية. منصة التداول الرقمية الأمريكية كوين بيس قد عبرت عن دعمها لزيت كاش ولتطبيقات التداول على أنظمة الأندرويد والآي أو إس، علماً أن زيت كاش قد صممت لتكون التحويلات عليها أكثر خصوصية من تحويلات البيتكوين. أكثر من ثلث الشركات الألمانية الرئيسية تجد أن تقنية البلوك تشين مؤثرة وثورية بقدر الإنترنت. وإليكم الآن النشرة اليومية للعملات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً حتى الساعة بتوقيت المملكة العربية السعودية. كان هذا كل شيء حتى الساعة. ابقوا معنا على قناة البيتكوين بالعربي لمزيد من الأخبار ومزيد من الفيديوهات التعليمية المجانية. Yeah.